Hi there. Today we continue Unit 7 for second year secondary English. And so we will start from Unit 7. Let's share the screen and do that together. في الترم الثاني يا جماعه عندنا اول يونت 7 بالنسبه لي ثانيه ثانوي living abroad الحياه في الخارج يعني خارج البلد اللي انت منها يعني. اوكي. طيب في عندنا تمرين كده على الفوكاب، عندنا بعض الفوكاب اللي هو determination encouragement الى اخره. عايزين نكمل ال conversation ما بين احمد وادم using words and phrases from this box, the blue box. Okay. طيب هنا بيقول أحمد بيقول لآدم إيه؟ I hope you have a great time in England. Don't worry if you struggle with the course in the beginning. هل ما تقلقش لو أنت قعدت يعني تكافح مع الكورس، معناه إن هو هيبقى حاجة متعبة في الأول، الكورس اللي أنت رايح تدرسه في إنجلترا يعني. After a few weeks you will the lessons. بيقول له بعد بضعة أسابيع هيحصل إيه بقى؟ You will get used to the lessons، هتتعود على هذه الدروس وعلى هذا الكورس. يبقى get used to معناها يتعود على في المضارع. إحنا خدنا used to قبل كده إن هو اعتاد على في الماضي، get used to يتعود على حاجة في المضارع. طيب آدم بيقول له I will just do my best in the lessons، that's all I can do. Did I tell you that the mother from my is going to come? يبقى from my a host family. طبعا في بعض الناس لما بتسافر بره للدراسه ممكن يقعد في هوتيل، وفي بعضهم يفضل يبقى مع host family يعني اسره مضيفه، بحيث ان هو يقدر مثلا يشارك معاهم، يدفع جزء من الفلوس مقابل الرنت، وممكن يدفع جزء برضه مقابل الفود الاكل اللي هو ياكله معاهم يعني. فهو في حالة آدم بيقول أنا قاعد مع host family، وبيقول the mother from my host family is going to come and from the airport. الأم في الأسرة المضيفة ديت هتيجي وهتاخدني من المطار، عايز يقول كده يعني. يبقى will pick me up، يبقى is going to come and pick me up. pick me up يعني يستقبل حد في المطار ويوصله للبيت. تمام. طيب when I arrive لما أصل إلى إنجلترا. That's great. So you won't be alone when you get here, when you get there. قالوا مش هتبقى لوحدك بقى لما توصل هناك. Exactly. But I don't want them to take me everywhere and do everything for me. بس أنا برضو مش عايزهم يعملوا كل حاجة ليا. I want to be، أنا عايز أبقى إيه بقى؟ عايز يقول إن هو independent. يبقى أنا عايز أكون معتمد على نفسي. I want to be independent while I am in England. يبقى كلمة independent شخص معتمد على نفسه فقط ومش معتمد على الآخرين. Yes, that's understandable, but it will be good to get some. يبقى to get some إيه؟ To get some encouragement. تشجيع يعني. If you feel like your English isn't good enough or anything like that. يعني لما تبقى قاعد مع host family إنجليزية بيكون شيء كويس إن هو بيعمل لك encouragement أو تشجيع عشان تتعلم اللغة إلى آخره. You are right. I know that living and studying in England won't be easy, but with a little bit of I can do it. With a little bit of determination. ما يكون عندي إصرار أو تصميم هقدر أعمل هذا الشيء. كده يا جماعة استخدمنا الفوكابلوري في المحادثة اللي في الأول ديت. تمام. خلينا بقى نشوف حاجة مهمة في اليونت اللي هو الجرامر. هو طبعا ذا سيكريت جاردن ده بيتكلم عن قصة كتبها يعني أحد الكتاب اللي هو ميري وي ميت ذا مين كاركتر ميري لينكس، الشخصية الرئيسية اللي كاتب الرواية ديت اسمه فرانسيس هودجسون. تمام. احنا عايزين هو بيقدم لنا من خلال الحاجة ديت الجزء المهم اللي هو هيتكلم عنه في اللي هو الجرامر. فاحنا خلينا نخش في الجرامر على طول. البريزنت كونتينوس، الجرامر في اليونت 7 بيتكلم على البريزنت كونتينوس او المضارع المستمر.
خلينا نقرا مع بعض. We use the present continuous اللي هو تركيبه verb to be في المضارع am او is او are plus the present participle. Present participle يعني فعل مضاف له ing. في عندنا ال past participle اللي هو التصريف الثالث من الفعل، وفي عندنا ال present participle اللي هو عباره عن verb مضاف له ing. يبقى اذا الفعل الزمن المضارع المستمر عباره عن am او is او are plus verb plus ing. ده اللي هو عايز يقوله. ال present participle ده عباره عن verb plus ing. طيب هو بيتكلم عن ايه بقى؟ لو انا استخدمت زمن المضارع المستمر بيعبر عن ايه؟ اول حاجه قال لي temporary situations that are happening now، يعني موقف مؤقت مش هيكون مستمر على طول. مثلا I'm staying in London for 3 weeks. واحد قاعد في لندن 3 اسابيع مثلا للسياحه او غيره وبعدين هيغادر، يبقى طالما ان ده مش حاجه permanent يبقى خليها في الزمن المضارع المستمر. لو واحد بيقول I stay in London يعني أنا قاعد في لندن، مقيم دايما في لندن، ديت حقيقة وإن هو مستمر وقاعد هناك على طول. لكن لما أقول I am staying in London for 3 weeks دي معناها أنا قاعد لمدة 3 أسابيع. يبقى أول استخدام في البريزنت كونتينوس إن هو ممكن يعبر عن موقف مؤقت يعني مش هيستمر. طيب تاني حاجة A current situation which is different to a past situation. موقف حالي مختلف عن الحال اللي كان عليه من سنوات قبل كده. مثلا young people are not reading newspapers these days. الشباب الصغيرين ما بيقروش ايه صحف يعني. طبعا مشغولين بالسوشيال ميديا اكتر، يعني ممكن اغير الجمله ديت وبدل ما اخليها نفي اقول young people are using social media these days. ده يبقى موضوع او حاجه مختلفه عن الشباب اللي كان بيعملها قبل كده، قبل مثلا اختراع او اكتشاف السوشيال ميديا. يبقى اذا لو حبيت اعبر عن حاله مختلفه عن الحاله اللي كانت قبل كده من سنوات يبقى ممكن استخدم المضارع المستمر. طبعا اشهر استخدام للمضارع المستمر اللي كلنا عارفينه ان action happening at a specific time of speech. كمان ان يكون في action بتحصل دلوقتي at the time of speech. مثلا اقول بكلم زميلي واقول I am watching TV now. انا بتفرج على التلفزيون دلوقتي، او هو بيكلمني فبقول له I'm watching the movie now، معناه انا بعمل الحاجه ديت right now في نفس وقت الحديث. طيب قال لي استخدام اخر هو an action happening at a specific time in the future، يعني معناها ان ممكن استخدم الزمن المضارع المستمر عشان اعبر عن المستقبل في حاله انا عملت arrangements وترتيبات لهذا الشيء وعندي بلان ان انا اعمل الحاجه دي. مثلا we are having dinner at 7 o'clock today. انا واصحابي او انا واسرتي هنتناول العشاء الساعه 7 مساء واحنا محضرين للكلام ده من قبل. او ممكن اقول مثلا I am visiting my uncle tomorrow evening. انا هزور مثلا خالي او عمي بكره مساء. احنا مرتبين على كده وخلاص ده بلان عندي ان انا هعمل كده. يبقى ممكن استخدم البريزنت كونتينوس للتعبير عن المستقبل في حاله البلانز والارنجمنتس. طيب كمان استخدام اخر لو حاجه بتتكرر كتير بس مش شرط بتحدث في وقت الحديث. مثلا why is he always playing his guitar. واحد متعود يلعب جيتار فمثلا كل يوم فتره معينه بيلعب الجيتار، فما انا بسال زميلي why is he always playing the guitar، ليه هو بيلعب الجيتار على طول؟ ده سؤال مش معناه ان هو قاعد دلوقتي يلعب الجيتار، معناه ان دي حاجه هو بيكررها كتير بيعملها كتير. تمام؟ يبقى اذا لما في شيء انت بتكرره كتير ممكن اقول مثلا I am studying مثلا for a couple of hours every day. انا بذاكر لمده ساعتين كل يوم. تمام؟ مش شرط ان انا قاعد اذاكر دلوقتي. اوكي؟ او اقول she is always playing the piano او the guitar او اي اله موسيقيه. يبقى دي حاجه هي متعوده تعملها مش شرط ان هي بتعملها دلوقتي. فاحنا خدنا كذا استخدام دلوقتي للبريزنت كونتينوس. ممكن استخدم البريزنت كونتينوس اعبر عن حاله موجوده غير حاله سابقه. اقول مثلا young people are not reading newspapers. الشباب دلوقتي ما بيقراش جرايد، هو معتمد على مثلا السوشيال ميديا. اقول مثلا ان موقف مؤقت وهيتغير. مثلا I'm staying in London. I'm staying in مثلا Luxor for 2 weeks. واحد رايح الاقصر زيارة عشان نشوف الآثار، فهو موقف يعني هيقعد إقامة مؤقتة، يبقى أقول he is staying in Luxor for 2 weeks. طيب أعبر برضو باستخدام present continuous عن المستقبل لو عندي plans و arrangements لذلك. يعني مثلا أقول I am visiting Paris
نيكست مثلا نيكست ابريل، في ابريل اللي جاي انا هزور باريس، عملت ارينجمنتس وحجزت مثلا فوتيل ويمكن التذكره كمان اشتريتها، يعني كل الارينجمنتس معموله، ففي الحاله دي ممكن استخدم البريزنت كونتينوس. طيب للتعبير عن المستقبل، ممكن طبعا كمان استخدمه ان حاجه بتحدث وقت الايه الكلام، يعني مثلا اقول I am watching a movie now. انت بتكلم صديقك وهو بيقول لك انت بتعمل ايه، انت تقول له I am watching a movie right now. تمام، يبقى حاجه بتحدث في وقت التحدث. طيب نحاول بقى نشوف تطبيق على الجزء ده. نوصل ما بين كولم A وكولم B. هو عامل اول واحده I am having a great time in Sydney. The sun always seems to be shining. اهو دي برضو حاجه في المستمر. طبعا بعد seem to ما اقدرش اجيب فعل to be الا في المصدر، لان بعد to المصدريه seem to be او seems to be shining. I'm thinking about going to the beach. طيب ممكن اقول ايه كمان، I'm finding it difficult to get used to life in Tokyo. واحد مش متعود على الحياه في طوكيو. I don't know enough Japanese at the moment. I only understand a little bit. واحد مش فاهم اللغة اليابانية، يا دوبك فاهم بعض الحاجات قليلة يعني. طيب التمرين ده I miss you and everyone at home. واحد مثلا بعت رسالة لأسرته وهو مسافر بره إن أنا مفتقدكم ومفتقد كل الجميع في البيت. I miss you and everyone at home. I feel so happy to be here. أنا سعيد لكوني في هذا المكان. I remembered enough to buy some lunch. تمام؟ طيب هنا بيقول write the verbs from exercise 3 in the correct column. How students feel. أقول مثلا feel something like have مثلا زي have fun أو have a great time. وأقول مثلا للتعبير عن المشاعر أقول find I'm finding it difficult. اوكي او I find it easy مثلا. وممكن أقول كمان التعبير عن المشاعر أقول كمان I miss you، واحد بيفتقد أسرته مثلا. وللمشاعر برضه أقول I feel مثلا so happy زي ما هو قال في رقم 8. طيب what students think or know، الطلبة بتعتقد إيه أو بتفكر في إيه، ممكن أقول الفعل اللي بيعبر عن ذلك I'm thinking about، أفكر في كذا أهي ديت think. I don't know لو شخص يعرف أو ما يعرفش حاجة I know أو I don't know. كمان كلمة اللي تنفع ليه think about أقول تقريبا هي دي بس، يعني هم دي الأفعال اللي بتعبر عن التفكير I'm thinking، وأقول كمان I know أو I don't know. طيب he أو how students see their new city، أقول بقى إن إحساسهم عن مدينتهم مثلا أقول هنا I feel so happy، أو واحد بيقول it's a great time in Sydney، I'm having a great time in Sydney. أوكي يبقى هو مستمتع بوقته في سيدني. واحد تاني بيقول get used to life in Tokyo، سواء قلت I get used to أو I didn't get used to، اعتدت أو لم أعتاد على الحياة. يبقى كلمة get used to يتعود على الحياة، أقول بقى في المدينة اللي أنت فيها in Tokyo in Paris in مثلا in Sydney في أي مدينة. فدي من الإيه من الإكسبريشنز اللي بعبر فيها إن أنا عارف اتعودت على الحياة في هذا المكان أو لا. طيب نشوف بقى الجزء الثاني من القواعد. احنا بنركز على الاشياء المهمه اللي في اليونت، اللي هو بيقول افعال الحاله او الستيت او ستيت اوف فيربس ما ينفعش استخدمها في الزمن المستمر. ستيت اوف فيربس اللي هي الافعال الحاله اللي هي الغير حركيه اللي ما بتعبرش عن حركه، ديت ما اقدرش استخدمها في الزمن المضارع المستمر. زي ايه افعال الحاله ديت؟ زي مثلا thoughts and opinions، الافعال اللي تدل على التفكير و الافكار او الاراء. they think
وزي نو وزي مين ايماجين بليف، ديت يفضل ان ما استخدمهاش في الزمن المستمر. برضو افعال اللي بتدل على الحاله اللي هي افعال الاحساس والمشاعر زي لايك وزي لاف ومس ووش وانت، دي برضو ما استخدمهاش في الزمن المستمر. في افعال اخرى ازاي انت شايف العالم حواليك زي مثلا هير وسي اللي هي افعال الاحساس الحواس الخمسه، يعني اللي هو سي وهير وسمال وتيست ديت ولوك يعني يبدو او كده او معناه برضو ينظر الى، دي كلها افعال مفروض ما تستخدمش في الزمن المستمر. بس هي لوك هنا معناها يبدو، يبدو كذا مش ان هو ينظر الى، يعني بالمعنى ده اللي هو يبدو ديت ممكن ما اقدرش استخدمها في الزمن المستمر. طيب we can't use stative verbs in the continuous form، يبقى في قاعدة ان هذه الافعال اللي دل على الحالة اللي هي الغير حركية ما اقدرش استخدمها في الزمن المستمر. مثلا I want to visit Paris، عايز ازور باريس، ما ينفعش اقول I am wanting، ما ينفعش اقول كده. برضو the bag او that bag belongs to my mother، هذه الشنطة او الحقيبة تخص والدتي، يعني بتاعت والدتي او والدتي تمتلك هذه الشنطة. هنا ما اقدرش اقول belonging to، يبقى ديت من الافعال اللي هي تدل على الحالة زي الملكية، دي ما فيش فيها اكشن ما اقدرش احطها في الزمن المستمر. لكن هناك استثناء زي ما قلنا في كل قاعدة لا استثناء، لو لقيت فعل من افعال الحالة مضاف له اي ان جي اعرف ان هو مستخدم بمعنى مختلف وان هو مستخدم كفعل حركي وليس فعل من افعال الحال. زي ايه مثلا؟ I have a pen معناه انا امتلك قلم، ديت فعل حال ما اقدرش اخليه في الزمن المستمر، فعل يمتلك، تمام؟ يعني هو يدل على الحاله وليس على الحركه. طب افرض انا قلت I am having lunch، في الحاله دي هل معناها امتلك الغداء؟ لا، معناها اتناول الغداء. يبقى اذا لقيت فعل من افعال الحاله زي have بمعنى يمتلك في الجمله ديت I have a pen, I have a pencil, I have a mobile phone، يبقى ديت امتلك. لكن لو قلت I am having lunch, I'm having dinner, I'm having breakfast، في الحالة دي واحد بيتناول، يبقى أصبح فعل حركي عمال يتناول، يعني يأكل الغداء أو العشاء أو الإفطار. يعني لو لقيت فعل حركة فعل سوري حالة اللي هي state أو stative verbs في مضاف له ING، أعرف إن هو مستخدم كفعل حركي وليس كفعل حالة، ويكون معناه مختلف عن معنى الفعل الأصلي اللي هو مستخدم في العادة للحالة. زي المثال اللي قلته لك I have a house، عندي بيت مثلا أو منزل، يعني يمتلك. إنما لو قلت I am having lunch يعني أتناول طعام الغداء. طيب مثال آخر، كلمة see يعني يرى، مثلا I see a beautiful view، شايف منظر جميل، تمام؟ فده فعل من افعال الشعور او الاحساس ما اقدرش احطه في اي ان جي. طب ايه بقى لما اقول وي ار سينج ان جي اند هدى ليتر؟ واحده بتقول على زمايلها ان انا سينج هدى اند ان جي او ان جي اند هدى، دي معناها هقابلهم، يعني متفقين مع بعض كصديقات هم هيتقابلوا مثلا يخرجوا مثلا للتسوق يعملوا حاجه مع بعض الى اخره. لما اقول اي ام سينج ماي فريند later this evening، هقابل زميلي، معناها هقابل زميلي مش معناها هشوف، تمام؟ هقابل، هنتقابل مع بعض مثلا ونعمل حاجه، نروح الجيم، نروح مثلا البارك المتنزه او الحديقه الى اخره. يبقى لو لقيت فعل من افعال الشعور والاحساس او الحاله اللي هو بيسموها state of verbs مضاف له اي ان جي، اعرف انه في الحاله دي مستخدم كفعل حركي ومعناه بيبقى مختلف عن معنى الفعل لما يستخدم لفعل للحاله. زي المثال اللي قلناه I see a beautiful view، انا شايف منظر جميل. انما لو قلت I am seeing my friend معناه I am meeting my friend، يبقى انت هتروح وتتقابل معاه وكده، يبقى دي فعل حركي. انما I am seeing انا قاعد وبتفرج على منظر جميل، يبقى ده ما فيش فيها حركه. يبقى ده الاولانيه I see a beautiful view ما اقدرش احطها في الزمن المستمر. انما I am seeing my friend معناه انا هقابل صديقي او هنروح مكان هنعمل حاجه، فاذا ده فعل حركي. المثال الثاني اللي هو have، I have a house، لدي منزل، عندي منزل، دي ما اقدرش احطه في الزمن المستمر. لو قلت I am having lunch او I am having dinner معناها ايه؟ معناها ان واحد بيتناول الغداء او العشاء، في الحاله دي اصبح فعل حركه. وزي ما قلنا يا جماعه every rule in English grammar has an exception
له استثناءات، فنخلي بالنا ان في اي رول له استثناءات، فما تعرفش الرول بس، لا نعرف ان في رول او قاعده وفي لها كمان اكسبشنز او استثناءات. طيب نشوف بقى. هنا تمرين اهوت على استخدام الافعال ديت، بيقول complete the sentences with the verbs in the box then listen again and check your answers. When you first think about working abroad, it sounds very exciting. يبقى هنا لما تفكر في العمل للخارج بيبان لك انه حاجه شيقه وممتعه. طيب رقم اثنين، I that the best thing about working abroad is probably كذا. يبقى I ايه؟ I believe، أنا أعتقد that the best thing about working abroad is، وبيكمل بقى. إحنا بس بنكمل الفراغ اللي في الأول ده باستخدام أحد الكلمات الـ words اللي هي موجودة في البلو box. طيب number three، trying new food every day. أنت بتقول لزميلك imagine trying new food every day. تخيل إنك هتجرب أكل جديد كل يوم، واحد بيكلم زميله عن السفر للخارج ومميزات السفر للخارج وهكذا يعني. طبعا له مميزات وعيوب، بروز اللي هي advantages او مميزات، وكونز او disadvantages او عيوب. فاحنا بنكمل الفراغات باستخدام الفوكاب ايتمز الموجوده. طيب you will probably be perhaps you that you are independent at home. يبقى perhaps you feel، انت هتشعر ان انت independent at home، يعني معتمد على نفسك وانت في البيت. طيب رقم خمسة، you will probably be a long way from home، هتكون بعيد عن اسرتك او المنزل بتاعك and your family. يبقى and miss your family. miss your family هنا معناها تفتقد اسرتك، تبقى حاسس بالشوق ان انت تشوفهم وتقعد معاهم. طيب number six، and let's not that you may not like the country or city that you move to. يبقى let's not forget، برضو خلينا ما ننساش، that you may not like the country or city that you move to. يعني دعنا لا ننسى ان انت ممكن ما تحبش المدينة اللي انت هتسافر ليه او الدولة اللي انت هتسافر ليه، ده احتمال وارد. You might, you could just go back home and spend time with your old friends. يبقى you might feel، ممكن تشعر ان انت that you could، او ممكن نقول لها you might forget، انت ممكن تنسى، you could just go back home and spend time with your old friends. يعني احيانا وانت في الدولة اللي انت رايحة للعمل او للهجرة او غيره بتشعر بانك مفتقد اسرتك واصدقائك وكل حاجة، وممكن تنسى ان انت you could just go back، ممكن ترجع وتقعد مع اسرتك او مع اصدقائك مرة اخرى. تمام؟ yes. ده كان تمرين عن الفوكاب. احنا طبعا بنعمل تارجت دلوقتي يا جماعة للاجزاء المهمة في اليونت، بحيث ان الطلاب بعد كده يقدروا يحلوا تمرينات على هذا الجزء. خلينا نشوف في الورك بوك بقى تطبيق على الجزء ده اللي احنا قلناه من شوية. اوكي، على الجزء بتاع الجرامر والبوكاب، نشوف كده تمرين في الورك بوك. اوكي طيب، هو الجزء ده ما فيش فيه ورك بوك، خلينا نشوف. تمرين آخر من نفس اليونت لحد ما الفيديو القادم نجيب الورك بوك ونشتغل فيه.
ده واحد كاتب دايري عن حياته في لندن. خلينا نقرا الدايري ونجاوب السؤال الموجود. 28th of November 2020, I have been in London for 6 weeks now. أنا فضلت في لندن لمدة 6 أسابيع. It's been a great experience so far, but it hasn't always been easy. كان بشكل عام تجربة كويسة لكن ما كانتش سهلة. When I first arrived, I struggled to understand people. كنت يعني بعاني أو بكافح عشان أفهم الناس. But I'm getting better at understanding their accents now. دلوقتي بفهم لهجاتهم كويس. I enjoy listening to Londoners and trying to have conversations with them. أنا دلوقتي أقدر أفهم سكان لندن وأعمل محادثة معهم. You won't believe what happened to me today. مش هتصدق اللي حصل لي النهارده. I was talking to a woman in a shop and she asked me if I am from London. يعني خلاص بدأت أتعود على الأكسنت وحتى لغتي تتأثر وأنطق زي أهل لندن لدرجة إن واحدة قالت لي هل أنت من لندن؟ Isn't that amazing؟ الشيء كان رائع. Everyone I have met has been very kind to me. So I feel really at home here. أنا حاسس إن أنا أكني في بيتي أو في وطني. The host family, الأسرة المضيفة that I'm staying with are really nice. They really look after me. طبعا هنا look after phrasal verb معناه يعتني بي. There is always a hot meal waiting on the table when I get home in the evening. وبتشارك معهم في الوجبات. دايما بيبقى في وجبة ساخنة بتناولها معاهم في العشاء لما أوصل للبيت. I am getting used to English food وأنا بدأت أتعود على الطعام الإنجليزي. All in all, I am really glad that I decided to study in London. I miss my family. أنا مفتقد أسرتي, but we keep in touch by text message عن طريق الرسائل النصية. I have become more independent since I have been away. I have to organize a lot of things on my own and make sure I have enough money. For example, I'm still learning how to do that, but I'm enjoying it. Until tomorrow, Hebe. طيب نشوف بقى true or false. Hebe likes talking to her host family more than talking to local people. False. The family Hebe is staying with cooks dinner for her in the evening. True. Hebe, 4. Hebe talks to her family on the phone every day. No. هي بتقول عن طريق التكست مسج اللي هي الرسائل النصية. طيب يبقى ديت فولس. طيب 5. Hebe needs to get better at doing things independently. Yes. True. هي قالت أنا بدأت أتعود أعتمد على نفسي ولكن أنا بتعلم الاعتماد على نفسي أكتر وأكتر. أوكي؟ طيب. هنا بيقول read the diary again and find expressions that Hebe uses to introduce what happened to her today. يعني عايزين expression هي قالته لما قالت حاجة اللي عايزة تتكلم عن حاجة حصلت لها النهاردة. فهي بتقول إيه؟ قالت هنا you won't believe what happened to me today. لو أنت عايز تقول لواحد صاحبك حاجة حصلت لك النهاردة انت ممكن تقول له you won't believe what happened to me today كحاجة تبدأ بيها الكلام عن الشيء اللي هو حصل معك ده. طيب ask a question لو هي عايزة تسأل سؤال اقول مثلا ايه isn't that amazing اليس هذا شيء رائع. انت قلت حاجة وبعدين بتقول لصاحبك او هي واحدة بتقول لصديقتها isn't that amazing. طيب summarize what she thought of the experience. قالت هنا في الجملة دي all in all I'm really glad that I decided to study in London. يعني التجربة بشكل عام ان هي سعيدة لانها قررت الدراسة في لندن. End her diary entry اللي احنا نقول until tomorrow. او مثلا yes until tomorrow. او ممكن نقول yeah ممكن في expressions تانية بس هي هنا قالت لو انت لو هي لما يعني انهت الانتري بتاعها او الدايري بتاع النهارده قالت until tomorrow يعني وحتى ننتظر حتى الغد عشان تكتب الانتري الجديد او الجزء بتاع الدايري بتاع الايه الغد.
يبقى لو انت عايز تنهي الجزء بتاع الدايري بتاع اليوم هنقول until tomorrow. زي ما احنا متعودين يا جماعه، احنا هنشوف اليونتس الموجوده وهنعمل تارجت الاجزاء المهمه زي الجرامر والوكاب هنشرحهم، وهنجيب في الفيديو القادم ان شاء الله جزء من الورك بوك ونعمل كتطبيق على الحاجات اللي قلناها سواء في الوكاب او الجرامر. فتابعونا. Thank you for watching. I will see you in the next one.